ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ زكريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيب الشيخ؟ الله يبارك لك. فضل ونعمه، اتفضل. الله يخليك، شكرا يا حبيبي، الله يبارك لك. على راسك. قبل والدي ما يتوفى ب 15 سنه. مين اللي توفى من 15 سنه؟ قبل والدي ما يتوفى ب 15 سنه. طيب. ادتني ذهب 15 جرام ذهب. طيب. ما طلبتليش عليهم لغايه ما توفت. طيب هي اديتك ال 15 جرام ذهب ده اديتهولك هبه ولا اديتهولك سلف؟ لا هي اديتهم لي ما جاتليش ولا هبه ولا سلف ولا اي حاجه، كانت هي جت عندي مصر هنا في مصر وجيت مزنوق جت مديهم لي. يعني هي جت ولقيتك مزنوق فاديتك الفلوس دي عشان تفك زنقتك صح؟ اه اه. وما قالتلكش هترجعهم امتى؟ لا ما قالتش وما طلبتليش عليهم. وما طلبتكش خالص طول عمرها؟ لا. طيب وانت بتسالني بتقول لي دلوقتي هو حد يعرف حد عارف الموضوع ده ولا مين اللي بيقول لك ترجعه؟ بعد ما توفت المراس بتاعها جسمته انا واخوات البنات اللي هي سابته. طيب فين السؤال؟ السؤال اللي هم ال 30 جرام دهب ده اماتي انا بعتهم ب 900 جنيه. هل ان انا اعمل حاجه ادي البنات فيهم ولا اعمل ايه فيهم؟ طيب انا هقول لحضرتك، بص يا سيدي، احنا عندنا اي تصرف حد بيساعد حد فيه وما بيقولوش انا عايز الحاجات دي امتى، ولا بيقوله ان ده دين ترجعه امتى، ولا بيقوله ان انا في الحقيقه الفلوس دي مزنوق فيها تجيبها لي في الوقت الفلاني، وينضاف اليه كمان ان هي ما طلبتكش بده، فالاصل ان الفلوس اللي اديتها لك دي ان هي كانت هبه، كانت مساعده، الهبه اللي احنا بنسميها مساعده، فكانت بتتصدق وبتدي الفلوس دي عشان تساعد ابنها، والفلوس دي انت مش مطالب بيها، الجرامات الذهب دي انت مش مطالب بيها، بدل ما هي ما قالتلكش ان ده دين عليك، وما قالتلكش ترجعه امتى، وما قالتلكش ان ده سلف، وما استخدمتش اي حاجه تاني، فالاصل في تصرفها دوت ان هو كان هبه ولم يكن دينا يجب سداده، فعشان كده انت مش واجب عليك ان انت ترجع الفلوس دي، لان الوصف اللي انت قلته ده ينطبق عليه تكييفه بانه كان هبه، وانت مش واجب عليك ان انت ترد الفلوس دي ولا توزعها ميراث.